ارجع واقول لك مصر يعني ايه بالنسبه لنا احنا قبله المسلمين من بعد الكعبه شرف الله. اول شيء قبله المسلمين الكعبه، ثاني قبله المسلمين دوله مصر الشقيقه يعني. ومصر هي الشريان الاساسي لجميع دول العرب، جميع دول العرب هي الشريان الأساسي دولة مصر يعني. وإحنا نطلب الله أن يديم الأمن والأمان علينا إحنا في دولتنا الكويت، وعلى دولة مصر الحبيبة، وعلى جميع دول الإسلام والمسلمين. والرسوم أنا بالعكس أنا مع الشيء هذا، بالعكس إذا الشيء هذا يعني تم تطبيقه على جميع دول الخليج وليست على الكويت بالذات، إحنا معه يعني. إحنا مع القانون، إحنا أول من يؤيد القانون يعني. ما بالعكس ما في معصية للقانون، هذا بالعكس هذا شيء عادي، واحنا معاكم يعني بالحال والمال احنا معاكم. اول شيء يعني كل واحد الراي يعني على قولتهم طيب الراي يعني يمثل العموم، وسيء الراي يمثل نفسه، سمعتني؟ وانا قاعد اقول لك اياها، اذا يعني الرسوم تم يعني تعميمها على جميع دول مجلس التعاون وليس تحديدا لدوله الكويت، احنا معه وليس ضد يعني. احنا معاكم يعني قلبا وقالبا. لا 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 بالعكس، ليش ينتقدون لاني واقف مع مصري؟ ارجع واقول لك بالعكس، مصر سمعتني هي الشريان الاساسي لجميع دول الاسلام ودول العرب يعني. من غير دولة مصر العالم العربي كله ينهار ولا يسوى فلس. احنا كدول يعني العرب مصر هي الشريان الاساسي. وارجع واقول لك قبلة المسلمين الاولى الكعبة، وقبلة المسلمين الثانية هي جمهورية مصر. والله يدوم الامن والامان على مصر وعلى الخليج عام.